ده المنافس بيدفع فوق المليون. مني مني ماشي يا لطفي الغاب، ماشي يا لطفي. يلا يلا ماشي يا لطفي. يلا يلا مع الف سلامة. الف ايه للتبذير بتاعك ده؟ الف يلا في داهية. يلا 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 بقى خليك غرقان في خسارتك. حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي، وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشاي بتاعه قبل ما يمشي. ايه يا واد مالك مبلم لي كده ليه؟ يا نهار ابوك اسود. ايوه ايوه عم حامد مالك في ايه؟ تعيان ولا ايه؟ انا رشدي مش فاكرني ولا ايه يا عم حامد؟ عم حامد مالك؟ بقى انا الموت علي حق. موتوه. هو ايه اللي حصل؟ بقى يا سيدي كهرباء اخر الاحزان حزنوه. لا 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 ايوه حصل. انا المعلم اجاني على سن ورمح خلتني ركاسه مصر الاولى. ها حصل ده؟ انا ما كنت تحط هنا متينيه وسواريه. هو انت بقى بتاع الموت علينا حق؟ شوف شغلك هنا. اشوفك في الاخره بقى. اخربك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. تري عينك الشمال يالا. بس للدرجه دي الرقاصه والحنوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم؟ بس لا يا اخي انا بجد وحي مش عارف المصيبه دي حصلت ازاي. معلش معلش تلاقي بس السهر والاراق خلاك اتلخبطت وبدلت السرعه. المهم فين الشغل يا عم انت؟ قدامك يا عم على الكمبيوتر. حلو قوي تسلم دماغك. اي خدمه يا عم. ودول يا سيدي 200 جنيه. بقولك ايه يا سموحه؟ ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه لحسن حالة مقشفره بدل التنقيط ده. يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبه لك ده. الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ يا سيدي. اهو اجرب. انت حر. هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي، زبون 100 100. ليه قصه كده هحكيها لك بعدين. بس اوعى تقول انك من طرفي. عيب يا عم. هو انا عيل اقول انك من طرفي؟ ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله. بقى ايه بقى اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى، حاولت اجيب له الثانيه مش عايز، الزر ضيق شويه. لا بنرمي الزباله ده. زباله؟ ده بيجيب الجزيره ده. جزيره؟ اه جزيره ايه؟ جزيره الذهب اللي قدام الناحيه الثانيه. خلص البنت خليها تتنقل تزف. حاضر يا ستي. هي بتتجوز ولا بتولد؟ في يا جمعه ايه القلق ده؟ ايه الزحمه دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟ اه يا اخويا عروسه. امال جاموسه؟ طب بالراحه شويه يا ستي. الف مبروك على الجاموسه. يلا يا جمعه خلصت. خلاص خلاص شطبنا. اتفضلي يلا يا بنت. طب انا بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك، انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبق ان انت على البيت وانا هجيب الناس واجي لك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه ايه رايك بقى؟ هنقضي الليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم؟ عادي مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه. هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس، دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي. دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص شايف النسوان عامله ازاي؟ انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي امشي 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 انزلي تحت اوفي تحت السلم امشي. جمعه لو سمحت ماشي الناس دي حالا حالا. يلا اوف سايت النهارده.
راح فين انت؟ امشي وقف هناك امشي. مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا امشي. مبسوط؟ مبسوط يا زفت؟ غيرت 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح؟ سامح ده بيسرق افكارك بملاليم. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم هردها لي، دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي. اه طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي. عليك وعلى ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص، يعني لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده 200 جنيه هيرجعوا هيرجعوا. اي خدمه؟ انا كلمت وخدت ميعاد مع ادهم بيه. مين حضرتك؟ انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي مش نقطه تقريها. طب معلش انا اسفه قوي، حضرتك روح عند الانسه غاده. حصل خير حصل خير. صباح الخير. ايه مفيش منديل لو سمحتي بس امسح النضاره، اصلا مستورده مش من هنا. شكرا. انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتتاب جديد، عارف يعني ايه اكتتاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيني عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعمل خساره. بس يلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم. ومفيش عربية بعد كده. هات يا بنتي مفيش عربية. ايه يا بابا دي امي كانت جايبها لي. امك كانت بتسرق مني فلوس بعد ما انام، انا امي كانت جايبها لي. امي يا نهاري كسوت ومنيل. سجاير؟ يحصلي السجاير دي كمان؟ دي مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها، وانا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي؟ انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف، هعرف كل حاجة، ومفيش ولا مليم بعد كده. هات المفاتيح. يلا انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ هلا هسيب شربة سليم وخلاص؟ انا ركبت. يلا يلا غوري من هنا. لندن استراليا وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني؟ ده الشرابيه دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق. يلا جرحت الشنطه. ابعتي لي سالي بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده ادهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. سلام عليكم. رايح فين؟ ها قلت اقف شويه. في ايه يا انت؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش ولا كلمه. تعالي قولي ها. 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 انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك. ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي اباظه؟ وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لمي حاجتك بسرعه. يلا اتفضل. انا؟ ايوه انت اتفضل. عبدولي جه؟ طيب. سيبي انا داخل. يا رب يا ساتر. بره! افتح بره! ده انت مجنون! الكل نفسك قبل ما حد ياكل! مجنون انت! افتح بره! انت كده بتخسرني! يا سيدي ده انت خسرتك مكسب! بره! بره! اسمع بس انا عايز اقول لك ايه؟ تاني! هو كان في اولاني! قلت بره! طب ماشي حاضر حاضر. بص خد الكارت بتاعي معاك خليه معاك. احتياط احتياط! حاضر يا سيدي! رشدي اباظه زكي روسو اتفضل بره! هاتولي بتوع الامن! انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قله ايه؟ قله ايه؟ قله ايه يا ريت؟ قله ايه؟ قله ايه؟ قله ايه؟ قله ايه؟ اصبر! مش لاقي غير قله الادب. قله 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 تصدق مالهاش؟ شفت حاجه تحير. ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا اما وريتك والصغير بيصير ويكبر يا ادب. يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي انا هربيه. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. انت
اتفرجوا شوفوا شغلكم يلا. وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. غريبه قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله تربدت بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. انت بتعمل ايه؟ ها عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا. ايه ده حبيبي يا اخي؟ ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم دي فسحه خمس نجوم، ما تقلقش دول كلهم حبايب واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله ده كويس، ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكم على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم ما تخافش. ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت شد. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء العشاء يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده بقى راح في بدايه. انا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعمية. طعمية؟ هو أنا قلت طعمية؟ يبقى أنا قلت بس. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي انت ازاي جايك نور سايباني في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ في إيه؟ في إيه؟ مصيبة إيه؟ طنطا ازيك يا طنطا؟ ازيك يا حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن ديت جنن. تعالي سلم وفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبدله. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك يا ملك، عايزه انام. بقى لك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه. يا ولاد صباح الخير. وانتي يا ماما، انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشي. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه الو الو بابا، انا اتخطفت يا بابا. بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه بابا؟ انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس؟ ملك مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه وقولي لي. انت مشوفه يا حبيبي؟ الحاج يا بابا. اسمه ايه؟ اسمه ايه يا بابا؟ اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكة دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ وريلي. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجة. بتوريلي يا جدع؟ مفيهاش حاجة، احنا اخوات يا عم. وايه الحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه يا عم. كبسة يا معلم، كبسة يا معلم. ايه؟ كبسة؟ كبسة يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه؟ ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. طب انا عليك سايكو ولا يا أمي يا لهوة دمي كبسة صهاري كبسة وأنا
مين فيكم بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جد. الله، هو اختفى وراح فين؟ معلم جد ايه، بطل تواضع بقى. المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر المخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش، حاول تفتكر فين الحشيش. مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه، بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. انا مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعاده الباشا، ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟